أطفال ولدوا هنا وها هم يغادرون وطنا كان لهم إلى وطنهم الأم الذي نال نصيبه من الحرب الأهلية، وها هو يعاود استقبالهم بعد استقرار يتمنوه لليمن الذي أحبه رغم قسوة الظروف. أنا أحب كثير يمن، مع السلامة يمن. لكن نحن نشتي سوما نلعب بس مع كان لنا يمن ما نشتي اليمن. واجي حرب أصلاً، قال واجي حرب. هي الرحلة البحرية السابعة لعودة أفواج من الجالية الصومالية في اليمن عبر هذه السفينة المتأهبة في ميناء عدن، حيث يهدف المشروع إلى مساعدة 2500 لاجئ. المشروع أعاد ما يقارب لحوالي 800 فرد من اللاجئين الصوماليين. جميع الرحلات تمت من ميناء عدن إلى ميناء بربرة. المشروع يهدف لمساعدة حوالي 2500 فرد من اللاجئين الصوماليين العالقين في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم. تعلمون حاليا بأن الاستقرار قد عم الصومال والعاصمة الصومالية مغاديشو أصبحت مستقرة، وأصبح هناك حكومة مركزية تسيطر على أغلب الأراضي الصومالية. حكومة تبسط سلطتها على كافة الأراضي، هكذا لخص الدبلوماسي الصومالي رؤية الاستقرار الذي تفتقده اليمن، وصارت تصدر اللاجئين بعد أن كانت ملاذا يضعون عليها رحالهم. منهم لاجئون بإحصائية تقدر بأكثر من 100,000 نسمة، وأضعافهم أصبحوا جزءا من نسيج المجتمع اليمني المتنوع. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.